أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكة. الجهاز ده يا جماعة مش شغال، هنجربه كده في السيريال أهو. بصوا يا جماعة شغال أهو كده، والزرار مش شغال، ده مش شغال. هنفتحه بقى كده يا جماعة، ونفتح المسامير دي كده ونشوف فيه ايه. هنفتح كده يا جماعة، اهو فتحناه وهنشوف كده اهو. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، المفتاح ده اهو، بصوا بايظ شكله كده، بايظ مفوت. زي ما احنا شايفين رجلين اهو كده بايظة اهو، دول بايظين ملخلخين، شكله كده تعرض لايه، لكهرباء عالية. هنجرب كده يا جماعة، هنجيب كده ونقيسه بالبزر، في وضع البزر اهو، في وضع البزر اهو يا جماعة. المفروض يدينا صفارة اهو. بصوا يا جماعة، بصوا كده مفيش. طب نشغل الزرار، برضو مفيش. يبقى ده تلف، نجيب واحد جديد ونغيره اهو يا جماعة. جبنا واحد جديد اهو، ونغير ده ونغيره. نغير كده يا جماعة اهو. اول حاجة هنعملها هنفك الترامل دي اهو، فكينا ادي اول ترميلة، فكينا التانية اهو. بعد كده هندوس على دي ودي كده يا جماعة، كده ونزح لبره اهو. هنا بص يا جماعة، في ايه، شايف الجزئين دول، ندوس عليهم كده اهو، هنا وهنا كده اهو، ونسحب لتحت. نفس الحكايه دي اهو. اهو يا جماعه، نجيب دي ودي اهو، دوس كده هيروح ثابت اهو، ندخل كده اهو. بعد كده اهو نركب بقى ايه، الترامل اهو، واحد وادي التاني اهو. ونجرب بقى كده يا جماعه. خلاص يا جماعة ركبناه الحمد لله. نجرب بقى كده ونشوفه اهو اهو، نور اهو يا جماعة، اشتغل اهو، قفل اهو، وادي السيريال اهو اهو، مية مية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.